هذا الخط هو بهذه الكيفية. سان يصلي على النبي وآله 500 مرة. خمسمائة مرة. مهدياً ثواب ذلك إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ويجعل 500 ثانية رهناً، يعني ديناً مؤجلاً يؤديه بعد أسبوعين. بعد أسبوعين يحدد الفترة حتى الله تعالى يتفضل بحل هذه المشكلة في خلال هذين الأسبوعين. 500 الآن للإمام الكاظم، 500 بعد أسبوعين.